فقال لها: يا امرأة، لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. يوحنا 20 الآيات 13-15. ليش نلاقي الملاك يسأل مريم المجدلية عن سبب بكائها، ونفس السؤال يعيد عليها المسيح: لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ بالنسبة لي سؤال الملاك علشان يمهد المريم إعلان قيامة المسيح، بالضبط مثل ما ربنا الآن يمهد لأخوة المسلمين، وأنا كنت منهم، إعلانه عن موته وقيامته. ترى مريم ما خطر على بالها أن المسيح قام، على الرغم من أنه قال لها من قبل وقال للتلاميذ أنه بيقوم. كمان أتساءل معك بهالآية، لما قالت هذا التفتت إلى الوراء، إيش اللي خلاها تلتفت للوراء؟ هل المسيح طلع منه صوت يعني قال أحم أحم مثلا، أو أنه شافت الملكين يسجدان للمسيح لما جاء؟ سؤال المسيح: ليش تبكين؟ وكأنه يقول لها: لا تبكي لأني قمت. ومن تطلبين؟ كأنه يقول لها: شوفيني أنا معك كل الأيام. والكلام موصول لك أنت عزيزي المشاهد، وإلك أنت عزيزتي المشاهدة اللي جالسين الآن وتسمعون وتشوفون هذه الحلقة. الآن الرب يقول لك: لا تبكي لأني قمت وأنا معك كل الأيام.